صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وفقرتنا اليوميه جوله وقراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم. خلينا على طول نبدا معاكم هذه الجوله، وطبعا ابرز العناوين اللي بتتصدر صحف القاهره اليوم هي متابعه لنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس اللي كان اثناء اجتماعه برئيس مجلس الوزراء وايضا وزير الاوقاف ووزير العدل، والمتابعه لعدد من الموضوعات وتوجيهات رئاسيه في سواء تدريب الأئمة أو إعداد مفكرين دينيين لنشر الفكر الديني الوسطي المعتدل، أو أيضا متابعة للتعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لهذه الظاهرة، أو أيضا التوجيه بتطوير منظومة الشهر العقاري لطبعا أهميته في التعامل مع المواطنين بشكل يومي. ده كان نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجمل بالأمس من خلال هذه التوجيهات في الاجتماع مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين. ده هنتابعه مع حضراتكم من عدد من صفحات الصحف المختلفة، بنبتديها بجريدة الأخبار من خلال هذه العناوين. الرئيس يتابع تطوير منظومة الشهر العقاري وبرامج تأهيل الأئمة. السيسي التصدي لأي تعديات على أملاك الدولة بمستندات مزورة، وهنروح معاكم لبعض التفاصيل من جريدة الأخبار سريعا استعراض أيضا باقي الموضوعات. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغية لصقل الأئمة الوافدين للخارج. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل. كمان أيضا بنتابع باقي التوجيهات الرئاسية، وبنروح لجريدة المصري اليوم، وبنتكلم عن تطوير الشهر العقاري وتعزيز الحوكمة في التعامل في يعني التسجيل في الشهر العقاري وهذه المنظومة. من جريدة المصري اليوم تحت هذه العناوين: توجيهات رئاسية بتسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، السيسي يكلف ببرامج تدريبية لدعم الفكر الديني المستنير. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث استعرض وزير العدل النماذج الجديدة المتطورة لطلبات وتعاملات الشهر العقاري، وكذلك تيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري والتي يتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل وتقليل الإجراءات، وكذلك تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلا عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وأيضا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا. ووجه الرئيس في هذا الوثائق التي تصدر عنه وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها. لسه بنتابع أيضا توجيهات السيد الرئيس بالأمس، ومن جريدة الأهرام بنتكلم عن الخطاب الديني من خلال تدريب وتأهيل الأئمة. هذه العناوين في الصفحة الأولى لجريدة الأهرام: إعداد جيل من الأئمة المفكرين، الرئيس صون ممتلكات الأوقاف وحسن استثمارها. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود وزارة الأوقاف في إعداد جيل من الأئمة المفكرين، ووجه بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة المفادين إلى الخارج. وأيضا يعني الخبر ليه تفاصيل أخرى كلها طبعا بتتحدث عن
تدريب وتأهيل الأئمة. خلينا ناخد تعقيب وتحليل وتناول لهذا الموضوع. معنا أستاذ خالد العسوي، الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ خالد صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا. وتابعت إزاي توجيهات السيد الرئيس في أمور مختلفة بالأمس، سواء التطوير لمنظومة الشهر العقاري لتعزيز الحوكمة، وأيضا ضرورة تدريب وتأهيل الأئمة، وأيضا الحفاظ على الأرض الزراعية والتصدي للبناء عليها أو استغلالها بمستندات مزورة. طبعا صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل الشعب المصري كل سنة وحضرتك بخير طيب. وعظيم. يمكن حضرتك اشرت بقى بالفعل الى عده ملفات ربما كانت هي محور لقاءات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء وعلى راسهم رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في بعض الجهات الحيويه وخصوصا وزاره الاوقاف. وربما تكون وزاره الاوقاف هي من الوزارات الكبيره يعني عملا وقيما وايضا اهميه مكانيه في الوزارات المصريه، وفي ظل التحدي الاكبر الذي كانت وما زالت تواجهه الدوله المصريه وهو الارهاب ومواجهه الفكر المتطرف. وربما مصر نجحت خلال الفتره الماضيه في يعني جني ثمار هذا او هذه المحاولات الكبيره التي قامت بها مصر واصبحت نموذج غزا به على مستوى العالم، وهو فكره تجديد الخطاب الديني والعمل على مواجهه الافكار الظلاميه وتحدي التحدي الاكبر وهو كيف يمكن ان تواجه العدو الاكبر وهو العدو الارهابي المتطرف الذي يحمل افكار ظلاميه تؤدي الى انهيار الدول والقضاء على الدول. وبالتالي تكون جهات فخامه الرئيس مستمره في هذا القطاع بان تقوم وزاره الاوقاف باعتبارها هي تحمل يعني لواء هذا الاتجاه مع مشيخه الازهر الشريف، وباعتبارها ايضا هي التي تشرف على المساجد والجوامع في كل بقاع الدوله المصريه. وبالتالي كان من ضمن يعني اللقاء بالامس بين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الاوقاف هو الاطلاع على المزيد من الاجراءات التي اتخذتها الوزاره في هذا الاطار بعد انشاء الاكاديميه المصريه التابعه لوزاره الاوقاف لتدريب الائمه والعمل على الاستفاده من التجربه المصريه مع العديد من الدول العربيه والافريقيه والدول الصديقه والشقيقه في كل بقاع الارض التي لديها مسلمين، وكيف يمكن ان تكون مصر هي المناره الحقيقيه في ان تكون بأداة من أدوات التنوير وإنهاء الفكر الظلامي وتجديد الخطاب الديني ورفع لواء ضرورة التعامل مع المسميات مسمياتها وفق الزمان والمكان ومتغيراته. وبالتالي كانت توجيهات فخامة الرئيس لوزير الأوقاف بذل المزيد من الجهد في هذا القطاع وهذا الإطار، وهو ما يعني تأتي بنتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد. ثم أيضا فكره استغلال يعني القوه الماديه الموجوده في وزاره الاوقاف، ونعتقد انه حينما يستطيع او تستطيع الوزاره ان تنجح في تحقيق فائض من اكثر من مليار جنيه من يعني اموالها في القطاعات الوقفيه واستغلالها بمثال امثله اقتصاديه، هو ايضا نجاح للوزاره في الشق الاقتصادي. معروف ان دوله ان وزاره الاوقاف لديها العديد والعديد من الممتلكات على مستوى الدوله المصريه، وفخامه الرئيس ايضا كان ليه توجيهات واضحه وصريحه وسريعه وملزمه ايضا، هو فكره كيف يمكن تنفيذ القضاء الاحكام القضائيه التي اتخذتها وزاره الاوقاف ضد بعض من يعني يا اما مستغل لقطع اراضي او لممتلكات تمتلكها وزاره الاوقاف. كان القرار حازم بضروره استخدام كل الوسائل القضائيه والامنيه و يعني بكل الطرق انهاء كل هذه القضايا وتنفيذ الاحكام من اجل ان تكون هناك ايضا استغلال
صحيح، يعني حسن استثمار ممتلكات الأوقاف وصون هذه الممتلكات. أستاذ خالد، أيضا أمر آخر تابعه السيد الرئيس وكان له توجيهات خاصة به، وهو تطوير منظومة الشهر العقاري والتسجيل، تسجيل الوثائق وتسهيل هذه الإجراءات على المواطنين لتعزيز الحوكمة والتعامل بشكل يعني منظم أكثر وفيه سهولة ويسر لمسألة التسجيل في الشهر العقاري. كيف تابعت أيضا هذه التوجيهات؟ طبعا يمكن فخامة الرئيس يريد أن يعني تستغل فكرة قانون الشهر العقاري الجديد الذي خرج مؤخرا من مجلس النواب وصدق عليه فخامة الرئيس بتسجيل إجراءات التسجيل للمواطنين وممتلكاتهم والعمل على استغلال هذه الموارد في المزيد من المشروعات، وأيضا استغلال الإطار الرقمي الذي تقوم به الدولة المصرية حاليا والتحول الرقمي اللي موجود في الدولة المصرية في عدد كبير جدا من القطاعات، ونجاح الدولة المصرية في أن تكون أكثر من أنها تكون دولة رقمية أكثر من تكون دولة أرشفية بالأوراق. وبالتالي توجيهات فخامة الرئيس لمعالي وزير يعني العدل، وهو ايضا لديه الاشراف الكامل على قطاعات الشهر العقاري في كل الدول المصريه، بان كيف يمكن ان نكون اكثر جذبا للمواطن بان يسجل يعني امتلاكاته اكثر من نكون عنصر طرد، لانه كان حقيقي في فتره من الفترات كان المواطن المصري بيخشى الذهاب الى مكتب الشهر العقاري لتسجيل اي ممتلكاته سواء ممتلكات يعني مباني او اراضي او غير ذلك من الامور، نظرا لتعقيد الامور ونظرا للعمل على دفع رسوم. صحيح، واصبحت يعني هذه الخدمه او هذه الاجراءات متاحه ايضا الكترونيا، يعني وفي مراكز متعدده، اماكن متعدده للتوثيق بشكل يعني اكثر نظام واكثر سهوله ويسر في الفتره الاخيره. اخيرا استاذ خالد، ايضا التصدي لاي تعديات على املاك الدوله بمستندات مزوره، يعني ما زالت الدوله تواجه هذا الملف بقوه وبخطوات يعني متسارعه، فاهميه هذه التوجيهات الرئاسيه في هذا الاطار ايضا. طبعا برضو زي ما حضرتك اشرتي فكره الاستغلال او الاستيلاء ان صح التعبير اكثر على منتجات الدوله المصريه باوراق مزوره، وده برضو بياتي في اطار حرص الدوله المصريه على استغلال اصولها بشكل جيد خلال الفتره المقبله، والعمل على ان تكون مصدر من مصادر الدخل للدوله المصريه لمواجهه التحديات الاقتصاديه والتحديات الموجوده على الساحه الاقليميه والدوليه والعالميه. وبالتالي توجيهات فخامه الرئيس انه يتم اعاده هذه الممتلكات الى اطارها الصحيح، وهذا امر يعني لا يستطيع احد ان يعني يشكك فيه ولا يستطيع احد ان يدافع عنه، لانه مساله انه هناك بعض الاشخاص او بعض الجهات او ايا كانت المسميات تمتلك بعض الاصول الدوله بعقود مزوره او بوضع يد او بغيرها من المسميات القانونيه والقضائيه يجب التعامل معها. واعتقد انه ده ملف مهم للغايه وملف يعني يمكن يمثل تحدي للدوله المصريه قادم الاوقات نظرا للاحداث التي مرت بها الدوله المصريه سواء في الثورات او في الاوضاع الامنيه المترددة اللي مرت بها الدوله المصريه فتره من الفترات. نعم. استغلت منطقه يعني ضعاف النفوس وتم السيطره على عدد من ممتلكات الدوله الان، وبعد ان تردد الدوله عافيتها واصبحت تستخدم القانون وتطبق القانون بكل الطرق وبكل وسائل، هذا امر مشروع للدوله المصريه والنظام الدولي بشكل عام. صحيح. اصبح من المفترض ان تعاد هذه الممتلكات ويتم استيرادها من اصحاب النفوس الضعيفه وعودتها الى المكان المفضل وهو الدوله المصريه لاستغلالها باستغلال جيد وعوده العائد على المواطن المصري. أكيد. أستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
ما زلنا معكم مشاهدينا في جريدة الأهرام، وبنروح للشأن العربي في الصفحة الأولى. بنتكلم عن الأوضاع في اليمن، تشكيل مجلس رئاسي، وبالطبع مصر بترحب بهذا الأمر، فهي تدعم كل ما له علاقة بالاستقرار في كل الدول العربية الشقيقة. رحبت مصر أمس بقرار الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي باليمن لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن مصر ترى في هذه الخطوة تطور مهم ترحب به لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار. وكان أعلن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي تفويض المجلس في كامل صلاحياته، ويرأس المجلس رشاد محمد العليمي، ويضم 7 أعضاء. يعني تفاصيل أيضا أكثر عن تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن موجودة في جريدة الأهرام، وأيضا الصحف الأخرى بتتناول هذا الموضوع. بنروح معاكم لجريدة الجمهورية والصفحة الثالثة، والحقيقة يعني خبر أكيد خبر بيستناه الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو العلاوات المفروض أنها تكون في مرتبات شهر أبريل الحالي، وأيضا في زيادة للمعاشات. من الصفحة الثالثة لجريدة الجمهورية، 19.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة المعاشات. وزير المالية رفع الإعفاء الضريبي الشخصي 15,000 جنيه أمام النواب، و30,000 جنيه إجمالي الإعفاء، ولا ضرائب على أقل من 2,500 جنيه. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الحالي بالزيادات الجديدة الصادر بشأنها القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف أثرها على المواطنين. طبعا العلاوات والحوافز الإضافية وزيادتها موضحة بالتفصيل في هذا الخبر، موجود في الصفحة الثالثة لجريدة الجمهورية. لسه في الجمهورية أيضا، وفي الصفحة الثانية، اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية هذا العام. مدبولي: بعد اختيار القاهرة عاصمة لثقافة العالم الإسلامي، صون التراث ضمن اهتمام الرئيس السيسي، استراتيجية للترويج لعراقة مصر بين دول العالم. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حول فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاختيار يعكس نجاح وزارة الثقافة في تنفيذ استراتيجية الدولة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصون وحفظ التراث المصري على كافة الأصعدة. طبعا الاختيار كان هيتم من خلال احتفالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، لكن الحقيقة ظروف الجائحة حالت دون يعني إقامة هذه الاحتفالية في ذلك التوقيت، وتقرر تنظيمها في 2022 بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإساسكو. بنروح لجريدة المصري اليوم مرة أخرى، الصفحة الأولى، وجوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية، طبعا تشجيعا للبحث العلمي ومختلف المجالات، الرواد في مختلف المجالات. شقير وعبد الغفار يفوزان بجائزة النيل، وأبو حديد وأسينو بجائزة الرواد. البحث العلمي 58 عالم يحصدون جوائز الدولة. أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أسماء الفائزين بجوائز الدولة المختلفة، جوائز النيل التقديرية التفوق والتشجيعية. كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.
أخيرا بنتكلم عن ملف التعليم والامتحانات اللي كان فيها بعض الأخبار في اليومين الماضيين، يمكن كانت بتتكلم على تقديم موعد الامتحانات أو أنه لها جدول مختلف عن اللي احنا كنا عارفينه من الأول، لكن الحقيقة جاءت تصريحات وزارة التربية والتعليم بتضع يعني هذه الأمور في مكانها، تعديل جدول الامتحانات الإلكترونية لأولى وتانية ثانوي لتزامنها مع أعياد الأقباط. أيضا التعليم التدريب على استخدام أجهزة التابلت ولا امتحانات نهائية بالترم الثاني في المواد الأساسية خلال رمضان، ويمكن ده الخبر اللي كان انتشر في اليومين الماضيين. خلينا ناخد تفاصيل أكتر، معانا دكتور حسن شحاتة الخبير التربوي. دكتور حسن صباح الخير وأهلا بحضرتك معانا، ويا ريت مزيد من التوضيح للطلاب وأولياء الأمور بشأن سواء امتحانات الإلكترونية الأولى وتانية ثانوي أو الامتحانات النهائية في الترم الثاني في المواد الأساسية في رمضان، الحقيقة تم نفيه من الوزارة. صباح الخير يا أستاذ آلاء. الحقيقة طبعا إن سياسة وزارة التربية والتعليم قائمة على إنها بتستجيب ل يعني مناشدات أولياء الأمور فيما يخص الجوانب الخاصة بأوقات توقيتات الامتحانات، ودون أن يخل بمسيرة تطوير التعليم المتنامية. فتم إرجاء الامتحانات في شهر رمضان، وإرجاء جداول الامتحانات اللي كانت موجودة، حرصا من وزارة التربية والتعليم على أن الطلاب يستمتعوا بطبيعة شهر الروحاني والاحتفالية الرمضانية، يعني الجلوس مع الأهل ومع الأصدقاء. وأرجع الامتحان إلى 7 مايو بعد إن شاء الله انتهاء شهر رمضان. وده الوزارة حريصة على أمرين. الأمر الأول إن التعليم الجيد لا يقل عن 32 أسبوع. الأمر الثاني إن التعليم الجيد لا يتم بحذف بعض المقررات من المنهج الدراسي باعتبار المناهج الدراسية مناهج تراكمية. وبناء عليه هيتم الامتحان حسب جداول جديدة يتم وضعها، وإلغاء الجداول الحالية تطمينا للسادة أولياء الأمور، إلغاء الجداول الحالية التي وضعت في رمضان، والجداول الجديدة ستتم وضعها بواسطة المحافظات وتكون موحدة بأنها تبدأ من 7 مايو. أما مسألة التعليم الإلكتروني الامتحانات الإلكترونية، طبعا يعني حضرتك يا أستاذ علاء بتتفقي معانا على أن الامتحانات الإلكترونية أو التصحيح الإلكتروني في دقة وفي سرعة ومفيش عامل إنساني بيتدخل فيه، ولذلك الوزارة بيتم تدريب الطلاب على هذه الامتحانات أولى ثانية ثانوي، وأيضا الثانوية العامة سيتم تدريب الطلاب لأكثر من مرة، ممكن تصل إلى 3 مرات تجريبية. وده يعني تأكيد لسياسة وزارة التربية والتعليم بأن التجريب لا يتم التجريب يسبق التعميم، وبناء عليه لابد ان الطلاب والمعلمين واولياء الامور يكون عندهم وعي كامل باليات الامتحان الالكتروني. واسئله اهم يا استاذ علاء، اهم من ده كله يا ريت ننبه الساده اولياء الامور الى ان الامتحان الشكل اللي هو سواء كان مقالي او موضوعي او سواء كان الكتروني او بابل شيت، ده كله شكل، لكن الجوهر في الامتحان يا استاذ علاء اللي هو ان الامتحان يقيس المهارات العقليه العليا، وده عن للحفظ والاستظهار والنقل من الكتب الخارجيه للكتب المدرسيه في اسئله الامتحان. زي العام الماضي بالضبط، تم التركيز على مهارات التفكير والتفسير وابداء الراي والتعليل والتعليق واحترام ثقافات الشعوب، وده بناء انسان جديد لمجتمع جديد حسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضروره بناء انسان جديد للجمهوريه الجديده. هذا الانسان الجديد انسان ديمقراطي له راي له رؤيه. التعليم بيرتبط حضرتك بآليات السوق، اصبح التعليم مش في حد ذاته هو الهدف، لكن التعليم وسيله لانتاجيه وتشغيل
في سوق العمل واستجابه لمهارات وقدرات واحتياجات سوق العمل المتغيره. ولذلك اصبح التعليم المصري تعليم جديد لمجتمع جديد، واصبح التعليم في التعليم ما قبل مرحله التعليم الجامعي بيهيئ للتعليم الجامعي صحيح. يعني دكتور حسن، اذا في انتظار هذه النتائج لعمليه تطوير التعليم في السنوات الاخيره وخاصه المرحله قبل الجامعيه المرحله الثانويه ان تظهر وتنعكس بالفعل ايجابيا على المرحله الجامعيه ومن ثم سوق العمل. دكتور حسن شحاته الخبير التربوي، شكرا جزيلا على التوضيح والتفاصيل. بكده مشاهدينا بنكون وصلنا معاكم لنهايه جولتنا والقراءه في عنوان صحف القاهره الصادره اليوم، وبعد الفاصل بنروح لموجز الانباء مع امل نعمان، وبعدها بنرجع هنا للاستوديو لاول حواراتنا مع كريمه الحلفاوي. ابقوا معنا.